بدنا ننصب الخيمه، جايين على فتره الصيف، جايين بدنا نعمل خيمات كشفيه. في عندنا نشاطات كثير، من ضمن النشاطات هي بناء الخيام. ما في كشاف بدون خيمه. اذا انا ككشاف ارشف بخيمه على الفاضي، لا مني ولا من كشفيه. دائما بنقول انه حياه الكشاف هي حياه الخلق. الكشاف ايش هي؟ أنا مسامع حياة الكشاف شو؟ حياة الخلاء. وحياة الخلاء شو بنعني فيها؟ هي الطبيعة. الطبيعة يعني بنعيش وين؟ الطبيعة. الطبيعة والخلاء. عشان أعيش بالخلاء وأحمي نفسي من حر الصيف، من برد الليل أو الشتاء، بالإضافة إنه ما يدخل علي حيوانات، يدخل علي زواحف، يدخل علي أي شيء. بدي خيمة. في حدا بعيش بدون بيت؟ وبيت الكشاف ايش هو؟ خيمة. اليوم بدنا نتعلم كيف نبني الخيمة الكشفية. الخيمة الكشفية أكثر من أهم قسمين أو أهم نوعيتين بالخيمة، الباكستانية والخيمة الهندية. هذه خيمة باكستانية والخيمة الهندية اللي بتعيش زي المطلع. عشان نبني خيمة شو بنسوي بالبداية؟ قبل الأساس نفتش على منطقة مستوية ترابية مش طالعة ونازلة. هل نضيف مش يكون في محل بيت للنمي ولا بيت للعمارة ولا عشطة ضبير؟ بعد ما اخترنا المنطقة المستوية شو بنسوي؟
في الرين الرين دخلوها في الرين واتركوها. هيا هيا تاني 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 يلا يلا نزل على الأرض. بدنا نعكس العملية اللي اشتغلناها في البداية. واحد من هون واحد من هون اطلع فوق عادي واسحب ورجعها زي ما اسحب اسحب هلا بسرعة اسحب وين عمودك هنا؟ هلا لا طيب ويا هيك شكل مدلل الجهة الثانية زيها على الصريح لا بس هاي لا 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 خليها هيك مدلل اعطيني الثانية شكل مدلل هيا امسك العمود من هون من هون لا حط فرق على العمود من تحت لا من تحت عشان لما نطلع تسحبش سامي نفس الشيء حط فرق حط فرق هون ايوه واحد يمسك من هون بس اقول ثلاثة ترفع واحد اثنين ثلاثة اسحب من هون تعال من هون سامي ارفع سامي تعال من هنا فوت هذا واسحب على اي شيء تبقى لا 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 لا
كيد عصروا كيد عصروا أيوة خلاص يلا طلعوا كيا ايش بسوي هلا